مساء الخير مشاهدينا الكرام، لقاء يومي متجدد بأجمعنا دائما على كل خير مع حضراتكم من القاهرة. حلقة الليلة نخصصها كاملة لمتابعة ما يشبه حصاد منتدى الشباب الذي انتهت فعالياته منذ قليل في مدينة شرم الشيخ. نقدم لكم أبرز النقاط التي أثيرت في المنتدى، أيضا أبرز القضايا التي تمت مناقشتها، ونتوقف مع ضيوفنا أهم ما لمسوه أو تابعوه أو استوقف متابعتهم وتحليلاتهم لنقاط كانت حاضرة في هذا المنتدى. هذا فضلا عن البحث في جدوى المنتدى، هذه الأسئلة القديمة الجديدة التي تطرح كلما جاءت مناسبة منتدى الشباب، ما الجدوى من انعقاده وتكاليف المنتدى إلى غير ذلك من الأسئلة التي ربما بإثارتها يتم طرح بعض الرؤى وبعض الأفكار الجديدة. لكن دعونا بداية نطل في نظرة إخبارية موجزة على أهم وآخر الأحداث، وأيضا لعلنا نركز بشكل كبير حول ما يجري في الشأن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال حفل تخرجهم اليوم، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد في شرم الشيخ. كما أعلن الدكتور راشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب توصيات المنتدى التي شملت الدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة. دائما ما تكون أحلام الشباب طريقا للإنجاز، ولطالما تولد المنح من المحن، فأحلام الشباب تلك تحولت عبر منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ إلى توصيات تسعى لصياغة ملامح عالم ما بعد كورونا على المستويات كافة، توصيات تحمل في طياتها رؤية مصرية تستند إلى قيم الحوار والسلام والتنمية لكل شعوب العالم. تضمنت توصيات شباب العالم ما يلي: 1- الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل. 2- دعوة منظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف ومتبادل باللقاحات. 3- توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها. 4- الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقراً. 5- ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغيير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي. 6- الدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي. 7- الدعوة لتوحيد الجهود الأممية بتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة. 8- إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة. على مدار 4 أيام احتضن المنتدى العديد من الجلسات والندوات والفعاليات التي تفاعلت واشتبكت مع كثير من الأزمات والتحديات التي واجهت الإنسانية كلها خلال العامين الماضيين، في ظل تأثيرات وتداعيات سلبية خلفها ولا يزال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. رؤية مصر 2030 في كل محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتتقاطع معها، الشباب موجود كمحاور متقاطعة معها. فإحنا النهاردة بنستثمر بشكل كبير جدا في الشباب المصري، سواء كان في القطاع في الجهاز الحكومي للدولة، الجهاز الإداري، أو خارج الجهاز الإداري للدولة،
استثمار في الشباب ده هو استثمار في مستقبل، مستقبل استثمار في الحاضر واستثمار ايضا في المستقبل. بنوفر لهم كل الامكانيات لان هم النهارده يبقى لديهم القدرات ولديهم المهارات اللي يقدروا النهارده يتعاملوا بيها مع المجتمع وفقا لديناميكيه سوق العمل. سوق العمل متطور جدا وبالتالي محتاجين باستمرار ان احنا نبقى بنؤهل هؤلاء الشباب بمهارات مختلفه تتواءم مع سوق العمل. قليلة هي الدول التي نجحت في اجتياز هذا الاختبار القاسي، ومن بينها مصر التي عملت على مواجهة هذه الجائحة بتعزيز أساليب التكنولوجيا الحديثة ودعم بنيتها في هذا القطاع الحيوي الهام. احنا تم استثمار حوالي 2 مليار دولار في البنية التحتية للإنترنت، وعلى مستوى الحكومة تم استثمار أكثر من 10 مليار دولار في محطات توليد الكهرباء. فنتيجة لكده لما الجائحة جت والناس رجعت البيت كانت قادرة انها تشتغل، كانت قادرة انها تدرس بدون ما يحصل يعني زي ما نقول دروب في مجال الأعمال، وبالذات ان مصر تعتبر لها مركز متميز في موضوع التعهيد. يعني احنا في عندنا بلاد كتيرة في العالم بتعهد بشغل يتنفذ من مصر عن بعد. الشغل ده عشان يتنفذ لازم يبقى فيه بنية تحتية في مجال الاتصالات. وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي حازت على شهادة الاعتماد من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، والذي سلم الرئيس السيسي شهادة الاعتماد. إن مركزنا مركزا اعترفت به وزارة التربية والتعليم الأمريكية منذ السبعينات، لأننا نعمل على تعزيز جودة التعليم التي تنتجها مختلف المؤسسات. لدينا شراكة تعتمد على الجودة، ونيلسون مانديلا قال إن التعليم هو أقوى سلاح يمكن أن نستخدمه لتغيير العالم. خدنا بيلرز أو أعمدة كبيرة جدا في علوم متعددة ومتشعبة جدا، عشان كل ده يسهم في إيه؟ الهدف الأكبر تخريج رجل دولة أو شباب قادر على إن هو يتولى مسؤولية حقيقية ويبقى له مردود وإنتاج مؤثر يساهم بقى في النهاية، وده اللي إحنا عايزين نوصل له، في تحسين الحياة. لرسم ملامح عالم ما بعد كورونا على كافة الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية التنموية والصحية، جاءت توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حاملة في الأساس الرؤية المصرية لصياغة ملامح هذا العالم الجديد، انطلاقا من قيم الحوار والسلام والإبداع، ليبقى هذا المنتدى منصة هامة تقدمها مصر لكل الإنسانية. على رشوان النيل. أيضا نبقى في هذه الجولة الإخبارية الموجزة قبل الوصول إلى فقراتنا الحوارية. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال وفعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، أعلن العام الحالي عام 2022 عاما للمجتمع المدني. إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. أيضا أكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية. ومصر